السلام عليكم ورحمة الله اخواني الغاليين. طلبتوا مني التسعير، تعالوا نشوف ازاي نقدر نسعر الحاجة. التسعير ليه ثلاث طرق. واحد، لو انت شيف مشهور او متميز في حاجة، مثلا عجينة ورد، بتعمل اشكال، بتعمل شو بيسز، بتعمل مجسمات ما حدش يعرف يعملها، فانت بتحط السعر اللي انت عاوزه. يعني مثلا لو الكيكة بتتباع ب100 جنيه في اي مكان، ممكن تحط 500,000 براحتك، لان انت متميز في حاجة محدش تاني بيقدر يعملها غيرك. غير ان الاشكال او المجسمات او الورد اللي بيبقى فيه ديتيلز كتيرة صعب تلاقي حد يعمله. تمام؟ اتنين، انا دلوقتي بالناس يا اخواتنا كتير بيبعتولي من السعودية، واللي عايشة في اوروبا واللي عايشة هنا وهنا، عاوزة تعمل تسعر. طيب تعالوا نقول مثال بسيط. دلوقتي مثلا في احسن محل مثلا سي في السعودية مثلا او في مصر اسمه سين. المحل ده بقاله 30-40 سنة وبيعمل كيكة بلاك فورست تحفة. الناس من 40 سنة بتروح بتجيبها، بيبيعها ب10 جنيه. انا محدش يعرفني، انا من الشارع، ما اقدرش ابيع بنفس السعر بتاعه. انا ما اقدرش ابيع بنفس سعر المحل اللي معروف واللي مشهور واللي مكسر الدنيا من 40 سنة، وهيروحوا لواحد جديد محدش يعرفه ويبيعه ب10 جنيه. تمام؟ فانا ازاي اسعر؟ التسعير الاساسي بيجي ازاي؟ بجيب الخامات اللي هي بتتعمل 5 بيضات او 8 بيضات، ربع كيلو سكر، ربع كيلو دقيق، معلقه بيكنج باودر، فانيلا، كل الكلام ده بحسبهم يطلعوا مثلا 4 جنيه. خلاص، بحط عليهم 4 جنيه تاني، وده السعر اللي انا ببيع بيه. ليه؟ بيجي عندي كهرباء ومية ونور ووقت وعمالة، الحاجات دي كلها بتتحسب. خلاص، فلازم اجيب يا 4 جنيه احط عليهم 4 جنيه وابيعه ب8. تمام، او ابيعه باقل من كده بشوية لو انا جديد في السوق عاوز اعمل اسم وعاوز اجر زبون. اتنين، اي مشروع تعمله، يعني مثلا انا بكرة هفتح محل او هعمل كيك او هعمل اي مشروع ان كان، وبعد 30 يوم انا منتظر منه فلوس، يبقى ما تفتحهوش، مش هتنجح. اللي بيفتح محل بيعمل ايه؟ بيكون شغال شغلانة وعنده دخل ثابت وبيجرب في المشروع ده، طبعا بيعمل دراسة جدوى وبيشوف السوق وبيشوف المكان اللي هيبيع فيه، ويفتح صفحة على الانترنت او صفحة على الفيسبوك ويعمل لها دعاية في منطقته. في ناس عايشة مثلا في عين شمس بتبعت لي انا عايش في اوروبا اعمل لي لايك في البيج، انت مش هتستفاد مني حاجة. ازاي تستفاد مني؟ انا مش عايش. انت تعمل اعلانات للمنطقة اللي هو الراجل اللي يقدر يوصل لك، مش تقول لي زمايلك اللي في مدن تانية ان هم يعني يعملوا لك لايك او يشجعوك في الصفحة، مش هتستفاد حاجة. فلازم تبقى واقعي، اعمل الحاجة 100% يبقى ده اللي هبيعه فيه. 4 جنيه يبقى هبيعه ب8. جديد في السوق عاوز اسحب راجل ب4 جنيه كلفتها، ابيعها ب7 لحد ما يجي لي زبون. وتاني حاجه، لازم ما انتظرش الربح على الاقل 6 شهور، لان اي مشروع محتاج من 6 شهور لسنه عقبال ما تعرف. يبقى انا اما افتح مشروع يبقى عندي فلوس تكفيني انا مصاريف لمده 6 شهور او سنه، لا اما هقفل بعد شهرين لو انا متوقع منه بعد شهرين هاخد منه فلوس، فمش هتنجح. خلاص، بالنسبة لي حاجة تاني، انا مثلا بعمل مشروع صغير فبروح للبقال او للسوبر ماركت اللي جنب البيت، بشتري كيلو دقيق بجنيه وكيلو السكر بجنيه مثلا يعني. لكن اما انا اكون عندي صاحب مشروع كبير، هروح اجيب من المستورد او اللي هو الموزع الكبير، فهيبقى كيلو السكر ب90 قرش او ب70 قرش حسب كذا. فكل ما انا بعمل حسابي اللي انا هكسب قدام، يعني انا مثلا ممكن اعمل مشروع بيكلفنا 4 جنيه ابيعه ب5 او ابيعه ب4 مش هكسب منه، بس انا عارف اما بعد كده اما اعمل زبون وبعد سنه يبقى عندي 1000 واحد هياخد مني المنتج، هروح اجيب من الموزع بربع جنيه
الحاجة اللي أنا بشتريها بجنيه فأقوم هيجي لي الربح. فالتسويق نظريات والبيع والشراء نظريات. لكن لو أنا جديد في السوق عشان أخلي الناس تغامر وتسيب المحل اللي معروف بقاله 20-30 سنة وتجيلي، لازم أعمل سعر أقل منه. أتمنى يكون ده جاوب على معظم استفساراتكم. البيع والسوق محتاج دراسة ومحتاج تسويق. مش مهم يكون بضاعتك 1000000%، المهم يكون تسويقك توصل لكل الناس. الباكجينج، الليبل، العلبة، الشكل، الديزاين، كل الناس ده، إن العين بتاكل قبل الفم. أستدعكم الله الذي لا تضيع ودعاه، ادعوا لأهلنا في غزة، اللهم انصرهم وانصر من نصرهم، واخزي الوزير من خزيناهم. والسلام عليكم ورحمة الله.